عسلامة ومرحبا بكم. اليوم باش نعملوا مع بعضنا شوية بقلاوة بطريقة سهلة وبسيطة. خذيت 800 غرام لوز مرحي، عرجته وريحته، 200 غرام بفريوة، 40 غرام فارينة، 150 غرام سكر محاور. بالنسبة لي أنا باش نعملها بالبات هذية، البات هذه موجودة عند يعني المغاربة وإلا الأتراك، بالنسبة للبنات اللي يعيشوا برا أكيد يعرفوها، وفي تونس أكيد راهي موجودة في كارفور، ما نعرفش بالضبط وين يبيعوا فيها. غربلت اللوز متاعي، وباش نغرب الفرينة والسكر ننصحكم ديما تغربلوهم. توا باش نضيف البفريوة وباش نحركها مليح مليح حتى يدخل المكونات الكل في بعضهم. هذايا المول اللي باش نعمل فيه البقلاوة متاعي وإلا البلاطو، هذا يهز كيلو. بالنسبة لي أنا منيش باش نعملها واطية وإلا عالية برشا، باش نعملها متوسطة. إن شاء الله كراوح لتونس نجيب واحد بقدرة ربي. باش تعديو بعضنا لهنا باش نعمل بابي كويسون، باش ندهنها بالزبدة ونحطها باللوطة باش ما تلصقليش. بالنسبة للبات راهي حساسة برشا، كي نحلوها يعني معاش نعاودو نستعملوها، وزادة كي نحلوها يلزمنا نلفوها في منديل. هي فيها 16 كعبة، باش نقسمها على زوز كل 8 وحدهم، وباش نلفهم في منديل ونحطهم على جنب. هذه الزبدة متاعي بعد ما غليتها ونحيت منها الحليب اللي فيها. طيب عديو بعضنا للشحور، الشحور سهل على الاخر. خذيت كيلو سكر وحطيت معه 250 مليلتر ماء وخليتهم ربع ساعة يغلو. بسم الله. توا باش نبداو، بعد ما حطيت البابي كويسون حطيت الورقة الأولى ودهنتها بالزبدة، وبعد ما ندهنها نحط الورقة الثانية، وبعد ندهنها بالزبدة ونكملوا بالطريقة هذيك حتى نكملوا الكعبات نتاعنا الكل. وردوا بالنا ونسيسوهم على خاطر البات هذه لازمها اسياس. بالنسبة لي أنا استعملت البات هذه استسهلت، على خاطر بصراحة مع الخدمة ومع سيدي رمضان جتني صعيبة شوية. هي راهي سهله كي باش تعملوا العجينه وحدكم في الدار، شويه فرينه وكعب عظم وشويه ماء وتعجنهم مليح مليح وتحلوهم بنشاء.
كيما تشوفوا البات متاعي جتني كبيرة شوية على الطبق اللي عملت فيه. بالنسبة لي أنا الطبق متاعي ما هوش مربع مربع، مدور على الأجناب. يعني أنتم كي يبدأ الطبق متاعكم مربع راي يجيكم أسهل وخدمة نظيفة وخير. تعمت بالطبيعة ما قصيتهاش قبل، يعني حبيت نقصها في الأخر باش تجيني الخدمة يعني خير. طبعا باش ناخو عود خشبي وباش ننقبها بالطريقة هذيك باش نخرج منها الهواء وننزل عليه. ضفت الفاكهة متاعي باش نستويها وباش ننزل عليها بالطريقة هذيك حتىش يعني ما يبقى حتى فراغ، وباش نرش عليها شوية ماء زهر. بالطبيعة انتوما يبقى اختياري، تنجموا تعملوا عطرشية، تنجموا تعملوا ماء ورد، ومن الفوق بالكل باش نرش شوية سكر محور بالطبيعة باش الباط متاعي تشدلي. خاطر الباط هذية ما هيش كيف الباط اللي نعملوها وحدنا في ساعة تير. ونكمل الطبقات متاعي كيف ما عملت ملوط، نعمل من الفوق وما بين الطبقة والطبقة بالطبيعة ندهن بالزبدة. بالنسبة لي أنا عملت 8 طبقات ملوطة و8 طبقات من الفوق، وانتم ما يبقى ديما اختياري، تنجموا تعملوا أكثر. خذيت مسطرة وغسلتها باش نقص بيها الحاسيل، وبالنسبة للبقلاوة نزلت عليها مليح مليح باش يعني الباط تشد لي في الفاكهة، وشخشختها مليح مليح بالزبدة حتىش اللي حسيتها يعني زبدة دخلت فيها مليح. بالطبيعة حضرت الفور متاعي على 180 درجة قبل بعشر دقائق يسخن، وباش ندخلها للفور. البقلاوة متاعي حضرت بعد ما خذت معايا بالضبط تياب 30 دقيقة، توا خرجتها. توا باش نعملوا لها الشحور متاعها، ولازم نعملوه لها وهي سخونة. بعد ما نعملوا لها الشحور ندخلوها للفور 5 دقائق ومن بعد نخرجوها. بالطبيعة ما نقصوهاش، لما تبات الليلة كاملة ونحسوها شربت مليح مليح الشحور. Thank you.
ان شاء الله يعجبكم الفيديو، وان شاء الله نتقابلوا في وصفة جديدة وفي فيديو جديد. وباي باي وبسلامة.